فرحه وارتياح عند كل لعيبه الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي، وغضب واعتراض على كل مسؤولي وادي دجله النهارده بعد نهايه المباراه ما بين الاهلي ووادي دجله بفوز الاهلي بنتيجه 2-0. خلينا اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان ودي جدا وفي روح رياضيه كبيره بعد نهايه المباراه كده في البدايه. النهارده مستر فايلر والمدير الفني، المدير الفني النادي الاهلي كده والمدير الفني لوادي دجله راحوا، وكان في حاله ود ما بينهم قبل بدايه اللقاء، كانوا واقفين مع بعض وقفوا ودخلوا كده في حديث ما بينهم قبل بدايه اللقاء. بيكهام اللي كان حريص جدا النهارده اللي هو يروح ويسلم على كل دكه الاهلي وعلى كل لعيبه الاهلي البدلاء كده قبل بدايه اللقاء، لكن عمرو السوليه بقى هو اللي كان حريص اللي هو يصطحب بناته الاثنين كده معاه النهارده في مدرجات استاد القاهره قبل بدايه مباراه الاهلي ووادي دجله. لكن برده كان في ظهور خاص النهارده الكهرباء اللي كان حريص اللي هو بقى متواجد في المدرجات النهارده بصحبه عدد كده من زمايله. النهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن عمرو فاروق كانوا بيأزروا الاهلي من مدرجات استاد القاهره قبل بدايه اللقاء. لكن لو كلمتكم على اجواء اللقاء بقى اللي كان مشدود جدا من اول لحظه لاخر لحظه النهارده، كان باين القلق والتوتر القوي جدا على المدير الفني لوادي دجله اللي كان على طول بيقعد كده من كتر التوتر على ارضيه استاد القاهره. وكان باين بقى مستر فايلر على طول، المساعد مستر فايلر كان من وقت للتاني بيسجل كل حاجه بتحصل في الملعب، لكن حصلت شده قويه النهارده ما بين حكم اللقاء وما بين المدير الفني لدجله اللي كان بيعترض وكان بيطالب بضربه جزاء كده لفريقه في الشوط الاول، وده اللي كان باين بقى اعتراضه القوي اللي اعترضوا على حكم اللقاء النهارده. لكن كان في بقى حاله يعني حديث كده ما بين مراقب المباراه وما بين احد اداري دجله اول لما كان بيطالبهم كده اللي هم على طول يعني يتخرجوا من احد الافراد الجهاز الاضافيين اللي كانوا موجودين على دكه البدلاء، وفعلا ده حصل وراح واتكلموا معاه وبدا يخرج على طول. لكن لو كلمتكم بقى النهارده كان باين على مستر فايلر على طول عدم الرضا على يعني اداء لعيبته كده، وكان على طول بيروح يتكلم مع جهازه الفني وكان واقف على طول كده واضح اللي هو يعني مش عاجبه الاداء. لكن بدات الحاله تتغير خالص في المدرجات او في على دكه الاهلي اول لما جه جون مروان محسن اللي احتفلوا بيه بشكل قوي جدا، وبدا بقى كهربا يحتفل كده من المدرجات وكل لعيبه الاهلي تحتفل بشكل كبير جدا. كان باين السعاده القويه جدا على كل يعني دكه الاهلي وعلى كل لعيبه الاهلي النهارده بعد جون مروان محسن. لكن الاجواء لحد ما كانت مشدوده على دكه وادي دجله اللي كان فيه على طول اعتراضات مستمره منها، وكان فيه على طول مطالبه من لاعبتهم اللي هم يضغطوا على لعيبه الاهلي. اول لما انتهى الشوط الاول على طول كهربا كان حريص اللي هو يروح يقعد مع الكابتن خالد بيبو كده، دخل معاه في حاله يعني كلام كتير وبدا يحكي له على اكتر من حاجه كده، وكان باين اللي هو متفاعل معاه جدا في الكلام وهو قاعد اكتر من حد. كان حريص اللي هو يروح يتصور كده ويتاخد الصور التذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب. الشوط الثاني بقى هو كان شوط هو الشده القويه جدا، وكان واضح الشده باينه على كل الناس اللي موجوده في الملعب، كان واضح بقى الاعتراض القوي جدا او السعاده في البدايه كده القويه جدا على كل دكه وادي دجله اول لما جه جون التعادل لدجله اللي تم الغاءه بالفار. لعيبه دجله احتفلوا مع مديرهم الفني بشكل قوي جدا وخدوه يعني كده وقعوا من كتر الاحتفال، كان باين السعاده القويه. لكن اول لما بدا يحتكم للفار بقى على طول لعيبه الاهلي بدات تروح وتقف على احد كاميرات المصورين التلفزيون كده ويشوفوا الكوره معاه كده يعني في الكادر باين ايه. بدا بقى مدرب وادي دجله كده يقف والكابتن يتكلم مع الكابتن ايهاب جريجه ويبص على شاشه الملعب ويقول له والله الكوره يعني ضرب يعني الكوره هدف صحيح، وكان باين عليه الاعتراض قوي جدا. لكن اول لما الغى بقى جهاد جريشه الهدف باين بقى الانفعال القوي جدا عليه على المدرب الفني يعني دجله اللي بدا يزعق كده وبدا يقول له لا الكلام دوت مش صحيح وان الكوره يعني هدف سليم، وده اللي خلى بقى كابتن جهاد جريشه يروح ويطالبه اللي هو يهدى كده. الاجواء كانت مشدوده جدا، اعتراضات كتير جدا من وادي دجله. احد كده اداري وادي دجله دخل في شده قويه ما بينه وما بين مراقب المباراه بسبب ازازه ميه كده، مراقب كان بيزعق لاحد لاعبي دجله كده، لكنه على طول الاداري قال له ما تزعقش لحد من اللعيبه وبداوا يشدوا مع بعض. كانت الاجواء مشدوده جدا في اللحظات الاخيره، كان باين القلق على كابتن محمود الخطيب اللي كان قاعد في المدرجات، واضح اللي هو مش عاجبه يعني كده الاداء او مش عاجبه مش راضي على النتيجه. اول بقى لما جه الجون الثاني للنادي الاهلي سعاده قويه جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ نزل وسجد على طول احتفالات قويه جدا في كل المدرجات اللي كانت موجودين النهارده، العدد القليل جدا اللي كان موجود للنادي الاهلي. وبدات بقى الهدوء والصدمه تظهر على مسؤولي وادي دجله اللي كانوا قاعدين كده في المدرجات. لكن في اللحظات الاخيره اول لما انتهى اللقاء على طول مستر فايلر راح وسلم على المدير الفني لوادي دجله، وكان في حاله ود ما بينهم، سلموا على بعض كل اللعيبه كانت بتسلم على بعض كده بكل يعني هدوء تام، كل اللعيبه راحوا وسلموا على بعض. كان في اعتراضات طبعا على الكابتن ايهاب جريش اكتر من حد من الجهاز الاداري كده لدجله، راح له واتكلم معاه وقال له اللي هم ليهم هدف صحيح تم الغائه على طول. كان الكابتن ايهاب جريش جهاد جريش كل لما حد يتكلم معاه كان يقول له اللي هو مسجل كل حاجه واللي هو عارف كل حاجه وان هم متواصلين معاه في يعني على طول في السماعات. لكن في النهايه كده حاله ود كانت ظاهره على كل لعيبه الاهلي وعلى كل لعيبه دجله بعد نهايه المباراه. مليون مبروك للنادي الاهلي النهارده على الفوز الغالي اللي بيحققه على دجله بنتيجه 2-0 النهارده. لكن